عليكم حبوباتي الغاليات ومرحبا بكم عند زينب. اليوم ان شاء الله كاين واحد السولد خطير في الجلابه، سولد زوين اللي غادي ينال اعجاب الجميع، وابتداء من 100 درهم البنات الجلابه ديال الدار قصيره وزوينه من داك الشرفيق الثمن ديالها غادي يكون 100 درهم. بالنسبه للعنوان البنات كتواجد في مدينه الدار البيضاء شارع عبد المؤمن زنقه السميه امام عماره رونو. الله يجازيكم بخير، ركزوا على العنوان حيت بزاف ديال الناس كتعطيهم العنوان وكتعطيهم المعلومات وكيبقاو يسولوا في الكومونتير، يعني راه ما غيمكنش يبقى نجاوب في الكومونتير، كنعطيكم كل شيء في الفيديو البنات. وما تنساوش انكم تبارطاجيو، مرحبا بكم، راه لا ليفرايزون كاينه داخل كازا وخارج كازا، ومرحبا بالجميع ان شاء الله، ونخليكم مع الفيديو ما تمشيو فيه. انا البنات شوفوا هاد الجلابه كيف جاتكم، وريما غيزان شفتوها انتم لبسه مع هاد الميني اوك اللي في اللون ديالها، جلابه ديال الدان خطيره، واحد الدان اللي متيول ومحيده. اول حاجه شوفوا التوب ديالها من هنا، يعني داخل زوين وماشي من داك الدان اللي كيتيرى وكيطلق الغبره ولا شي حاجه، وفيها هاد الطريزه هادي من هنا، والثمن ديالها ديال البنات كتبقى 100 درهم، هادي 100 درهم فقط، ثمن جد مناسب. وما ننساوش حتى الجيوبه اللي عندنا هنا واخا خاوي دابا يعمروا ان شاء الله ان شاء الله. الثمن ديال هادو البنات كيبقى 100 درهم. بالمناسبه كاين عندنا حتى وحدين اخرين، واحد الموديل اخر اللي غادي نشوفوه غادي تشوفوه في الدريات ان شاء الله لابسينه، بحال هذه دابا مثلا الثمن ديالها حتى هي 100 درهم ياك، 100 درهم هادو كانوا ب 180 200 درهم 150، دابا هما غير 100 درهم البنات. جلابه فودان من داك الشرفع ومتيولة ومحدقة، وعندنا هذه حتى هي هنا البنات شفتوا هذه، هذه الثمن ديالها حتى هي 100 درهم، هذه الثمن ديالها حتى هي 100 درهم، والخضيضر حتى هو غادي نحاول نلبس لكم باش تشوف. شوفوا هذه البنات حتى هي 100 درهم وغزالين، من ناحيه العرض فهما كيتلبسوا عراض وكيجيو هكا شويه قصار، انا بار طويله البنات ما تشوفوش الطول ديالي، شوفوا اللي عريضه راه غادي تجا هي هذه، حيت انا طويله يعني جاتني على هذا الحد، الثمن ديالها 100 درهم. وكاين هذه حتى هي 100 درهم البنات، كلهم كيبقاو نفس الزواقه، خياطه جبليه متقونه من داك الشرفيق. كاين هذا الويل هذا حتى هو 100 درهم البنات، ومازال غادي نشوفوا عده جلالب وحدين اخرين. شوفوا البنات فنين كلهم الصراحه تيحمقوا، والله الا كلهم تيحمقوا، زين لطايف وشي كايك. ها انتم البنات شوفوا بلاتي نحيد لكم السند باش تشوفوا العرض ديالها. هانا البنات 100 درهم ليكيداسيون توتال مع سينامود 100 درهم، الرخا والرباخه غير اللي ما بغى يتكسى وينسى. ايوا لالياتي عندنا هادو حتى هما، هادو غزالين البنات زوينين 100 درهم. شوفوا البنات السلعه هادو البنات ديري 150، عفوا بغيت نقول لكم 150 قلت لكم 100 درهم. هانتوما البنات هادو فيهم لي فيست خاص من هنا، هادي لي فيست وهادو طوالين على الاخرين، هادو لا هادو بالطول، هادو فيتينو زايدين الطول و... هادي بالسلسله ديال الدان، هادو فيهم الطول الاخرين، هادو فيهم الطول العرض الاخرين قصار وعراض. هادو الثمن ديالهم 150 درهم. ها البنات هانتوما وريما غيزلان الطول تاني نواصل، هادو الطوالات كاين اللي ما كتبغيهاش قصير هاكا، كاين اللي ما تبغيش القصير، المهم هادو دايرين 150 درهم. فودان من داك الشرفيع البنات، جوده واتقان بارخص الاثمان، سارعوا قبل نفاذ الكميه. هادو البنات 220 230 هما داروا اليوم غير 150 درهم فقط. انا غنوريكم جميع الاجناس اللي كتوفر عند زينابود، كاين هاد الوين هذا هانتوما البنات شوفوا وغزالين جبليين من داك الشرفيع، كاين هادي حتى هي زينة. جميع الجلابات دابا سولد اوت البنات، اللي بغات شي حاجة مرحبا بها 150 درهم. الفصالة هي هادي ويت المعلم ديال البنات حتى هي كما كتشوفوا، هادو الثمن ديالهم 150 درهم، هاد البوندري كامل اللي غنوري لكم ب 150 درهم فقط. ها انتم البنات شوفوا اللي عجباتها شي حاجه مرحبا، والارسال داخل كازا وخارج كازا. ها انتم البنات شوفوا جلابات انواع واشكال والطرزه كما كتشوفوا يد المعلم وغزالين، والتوب من داك الشرفيع، وثمن جد مناسب 150 درهم. دائما غير نحاول نشوف على الطريزات اللي كيكونوا فيهم، تشكيلات ممتازين من داك الشرفي هنا، خفاف ظراف متيولين. كاين هادو حتى هما، هادو البنات براندا شفتو، هادو براندا هادو على البنات شوفو. كاين هادو البنات شوفوا هادي حتى هي من هنا، القب فيه الدوبلور ديالها
الثمن ديال هادو 150 درهم فقط. دائما حنا في 150 درهم البنات، ركزوا معانا الرخاو والرباطه معانا البنات. والثوب يد المعلم دائما، ثوب وخياطه يد المعلم. هنا عندنا هاد السويطره هذه، ها انتم شوفوا لاباس من داك الشيء الرفيع، جلابه الراندا هان شوف ها الجديد اللي بغى يتبرع مرحبا كاين التبرعات هانا البنات. شوف فرصة ومناسبة لك مدام لك سيدتي وفتاتي، مرحبا بكم الزوينات. شفتوا على ود العبار قول لهم الرباع ديال الصدر هذيك بحال دابا شي وحده بغات شي جلابه غتعبر غير الربع تاع الصدر وغتقول لنا شحال في العبار ونقلبوا لها على جلابه. غتعطيها الجلابه اللي غتواتيها. شفتوا شكيلات زوينين وتشوف من داك الشيء رفيع صبن ورد البنات. ها البنات شوفوا طريزات من داك الشيء رفيع يلا 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 خفوا يديكم خفوا يديكم الرخاو الرباخه. شوفوا الخف ديالها حتى هو مطروف هنا شفتوا صراحه الثوب ديالهم كلهم زوين. واو راه خياطه المعلم يعني شي حاجه زوينه. الثمن 150 درهم تبارك الله كاين بزاف 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 ضروري ديالك غندير النوبه غنتناوبو. ها انتوما هنا 150 درهم ديال زيدتي زيدي شوف شنو عندك هنا. الصراحه كاع اللوان جمعتهم اختي غير كاع اللوان كاينين انتوما كاع اللوينات جمعوهم الجلابة اللي تعجبك 150 درهم. هانا شوف هادي راه بحال السوس ديال ديال فادو بياس شفتو. شوفو هادي تاهي زوينة كاينة هادي هانا هادو البنات 150 درهم. هانتوما البنات عرفتي تبارك الله ما شاء الله البوندري عامر كاين بزاف كثر ديال الالوان عرفتي راه كثر. وريهم وريهم هذوك هدى وريهم شفتو تبارك الله عندي تشكيله من الالوان عرفتي حتى البنيات الصغار حتى هما شتيها هادي صغيره عرفتي غير نوريهم التشكيله هادي. هادو البنات 150 درهم 100. شوفوا البنات هاد التشكيله هادي ديال هاد الجلابات هادو وريهم غير زلان وحده بوحده. هادو البنات كانوا كيديروا 300 درهم دابا تحيدات منهم 100 درهم ولاو دابا غير ب 200 درهم. شفتوا غزالين كاينه هادي حتى هي والثوب خيف يعني كاين براندة كما كتشوفوا ومطروزين. شوفوا العقيقات اللي فيهم ثوب وخياطه 200 درهم البنات وثوب الكخيب صبن ورد وعلى حساب زينامون الجوده والاتقان بارخص الاثمان. انا لالا جلابه جبليه مرحبا بكم. شفتوا البنات هادو 200 درهم ثوب وخياطه 4000 ريال جوج قرفيات البنات وحده زرق 1000 وخياطه المعلم وخياطه ديال المعلم البنات 200 درهم سولد اوت. سولد خطير وهائل وجد ممتاز. هانا البنات شوفوا هادو هادو حتى هما غزالين ومتيولين. شوفوا الطريزه الطرزه كتنسيك في طرزها الطرز الرباطي الطرز الشلحاوي مرحبا. هادي البنات راه فيها طريزه حتى في اليدين ديالها والثمن ديالها 200 درهم. وهادي اللي هنا حتى هي فيها طريزه حتى هي وفيها اللوينات غنشوفوا اللوينات ديالها شفتوا. وهادي فيها في الجيب وفيها هنايا هادو الثمن ديالهم كيبقاو 200 درهم. وكما كتشوفوا كاينه هنا هاد الاخت العفيفه الجميله اللي لابسه لينا هاد الجلابه اللي وريتكم هذا هو اللوين اللي لابسه هنا اللي هزا هدى هو هذا وهذا اللون الثاني ديالو داخل فيه لورونج وفصاله وخياطه. شوفوا الفصاله ديالها كيفاش كتجي دوري شوفوا
وغزال البنات هانتوما حنا لبسناكم في واحد الماركان باش تشوفوا نتوما كيفاش جات. الثمن ديالها 200 درهم. هانا البنات شوفوا هذا الموديل هذا ساده وغزاله، التوب ديالها كيلهله كيلهله والله الا كيلهله. شوفوا الخياطه البنات، توب وخياطه 200 درهم. هانا البنات سارعوا قبل ان نفاد الكميه الرخاء والرباخه السوليدا والريقالو وقالوا الغلا والو. يلاه زيدوا البنات هانتوما شوفوا الطريزات 200 درهم. وهذه عتاني اللوين الاخر اللي لبسات لينا الدريه في البلوسيه اللي وريناكم في الغوز، هذا اللوين الثالث اللي كيبقى الزيتي ديالها جاكزين والتماثيل هذه الجلابه اللي شوفوا هذو اللي هنا، هذه عاوتاني فيها الطريزه على هذا الشكل هذا. شفتوا الطريزه جات في هذا الشكل كتبقى سامبل والجيوبه من هنايا. وبالنسبه لهذا الخضراء هذا توب وخياطه البنات هانتوما شفتوا. ودابا غادي نشوفوا نوريكم واحده اخرى لابساها واحد الدريه هانتوما شوفوا هذه الدريه البنات ما عرفتش الجلابه اللي لابسه ولا هي اللي لابسه الجلابه. المهم حنا بغينا نبينو الطريزه كما كتشوفوا غير كنعرفك فيزي على هادو اللي هنا. هانتوما البنات شفتوا هذا العقيق هذا منبته وبعينه عقده هابطه حتى لهنايا وداخل فيها البرونز مع هاد السومو جات زوينه من داك الشرف. توب وخياطه هذه جات لك عند لابسه زوينه ديال هذوك الشيخات شحال هادي. البنات وهالقب ديالها حتى هو بنفس اللون. هانا البنات شفتوا بنفس اللون كما كتشوفوا البنات كاينه هذه حتى هي هنا شوفوا وغزالين من داك الشرفيع. هذه الثوب ديالها طايح كاع بزاف زوينه. وكاينه هذه حتى هي اللي كتشوفوا من هنا غادي نشوفوا حتى هي اللوينات كاينه فيها هذا اللوين هذا اللي عند هدى بحال هكا في البسيار مع الصفيفه والطريزه كتبقى على هذا الشكل. وكاينه هذه اللي عندي انا هانتوما هانتوما شفتوا غزاله كتشبه هكا. وكاينه هذه اللي عند هدى ثاني فيها الطريزه من هنا 200 درهم البنات شفتوا فيها طريزه كتجي زوينه توب وخياطه. وكاينه هذه طريزه واحده اخرى عاوتاني هانتوما البنات شفتوا فيها هالطريزه كتجي هكا في السدر. وبالنسبه للعبار البنات دائما الى عندك المترو في الدار غتعبري من هنا الا انا غتعطينا غير النص ديال العبار ربع تاع السدر ربع تاع السدر والربع الاخر غتخليه تجي عندنا تديري مع الفريت تديري مع شفتوا البنات المهم البنات راه تضحكوا معاكم وصافي. دائما العبار كتعطينا غير الربع ديال السدر واللي بقى راه يعني غتعبروا لك غزلان بالمترو وتعطيك الجلابه اللي تواتي. وشوفوا الجلابه البنات محيطقه على حقها وعلى طريقها يد المعلم مخيطه عند المعلم توب وخياطه. انا البنات وكلشي بين عينيكم وكلشي بين يدياتكم ومرحبا بكم. هانا البنات كما كتشوفوا هنا عندنا نفس الثوب ولكن الزواقه ديال العقيق كتغير كل عقيق كيفاش كيجي مخدوم. شفتوا الثمن ديال هادو كيبقى 200 درهم 200 درهم نفس مخيطين بالراندا من ناحيه الكميم والقب الدرو الصغار والعقيق هو اللي كيجي مغير. وغنوريكم ها هي لابساها الاخت هاكا خليك هنا باش يشوفوها. ها انتم البنات شفتوا هانا شوفوا التشكيله كيفاش البنات ها انتم هذه هي التشكيله اللي كاينه. وهنا هذا العقيق هذا كيجي دائما مختلف بحال دابا هنا داخل بلو ماغين مع هذا الصفيفر وهنايا عاوتاني داخل هذا الفيغ قصبي وهنايا داخل الموف شفتوا. وهنا البنات عاوتاني جايه هذه على هذا الشكل وجايه هذه على هذا الشكل. هانا البنات هادو اختاروا فيهم اللي بغيتو والثمن ديالهم كيبقى 200 درهم. ها انت غزلان يلاه غزلان دوي شويه حنا دابا حنا داوين داوين تكركري من قبيله وتعطيها التكركير. ها انتم البنات الشكيله الاخرى اللي بقاو شفتوا هذه بحال السياه بحال الصفرة اها كاين حتى هذا الموديل شي هادي شحال زويونه جايه بالعقيق وهذا واللوينات غزالين. الطرزه وريهم الطرزه هدى هادي بحال الموف اللي وريتكم قبيل الطرزه هادي كتبقى بحال الموف اللي وريتكم قبيل. هادو 200 درهم خياطه المعلم وحتى الثوب البنات راه ثوب زوين بزاف. شوفوا زيد تيجي شحال الاخرين. هانا البنات هادو دائما عاوتاني الطريزه كتختلف فيهم بحال دوك الصفرين بحال الصفر. دابا الثوب كاين البلوسيال وكاين الغوز وكاين الصفيفر والطريزات كيتبدلوا شفتوا. هذا عاوتاني شكيل اخر وكلهم جايين بالراندا يعني كلهم بالراندا بالدروس في القب مالا لياتي. هذه اخر جلابه هي هذه
والثمن ديالهم دائما كيبقى 200 درهم البنات. ونتمنى حلقه اليوم تنال اعجابكم. هنا البنات زيدي شويه هنا، كاين المسكي وكاين الصفر. المسكي هو اللي بين قبيله، ودابا هذا الصفيفر هذا، ودائما نفس الثوب والخياطه كتبقى نفسها، فقط التغيير عندنا في العقد. شفتوا هانتي غزال كله وزواقتها، ما هي نفسها. ثمن 200 درهم، 200 درهم خياطه وثوب. بالنسبه لهاد القبيات هادو البنات اللي ما خداش منهم، راه جات جات فيهم عاوتاني، الثمن ديال هادو كيبقى 120 درهم. شفتوا طوال وزوينين هادو حتى هما ياك 120. ها انتم البنات 120 درهم هادو، وهادو اللي هنا كيبقاو 100 درهم. هادو هادو اللي هنا 100 درهم، وهاد التريكوات اللي هنا كيبقاو 120 درهم. هادو 120، وهادو البنات كيبقاو 120 درهم التريكوات. تشكيله من القبيات الزوينات المتيولات المحيدقات، كاينه هاد الكويره اللي الثمن ديالها 250 درهم، الجاكيطات 130 درهم، والقبيات 120 درهم، هادو اللي طوال وكبار. يلا البنات مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو وتفعلوا جرس، ويصلكم كل جديد قناه ضحى غانم.